الآن أسمعك أسمعك الآن أسمعك. أنا كشفت خيوط الجريمة وهي قد تكون تكشف لأول مرة. أعطوني اللي أعطوني التليفون الشاهد على الحدث. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أنا احتراما لرغبتك ما راح أعلن اسمك، لكن أنا متواصل وياك من قبل 6 أشهر بهذا الموضوع وأنت تواصلت معي. أريد تحكي لي القصة الحقيقية لهذه القاعة وكيف تمت وما هي الخفايا في هذا الموضوع، حتى السيد النائب أيضا يسمعك. أستاذ محمد تسمع؟ بس ممكن تفتح اسمع. نعم أستاذ نجم أسمع. تفضل. المنشأ المدني مقام على أرض زراعية مملوكة للدولة تسقى مطرة. أعيد وأكرر، السند مال هاي الأرض سند زراعي، أرض زراعي مملوكة للدولة تسقى مطرة. هذا المنشأ المدني أقيم بهذا المشروع بهاي المنطقة. أي دائرة البلدية، دائرة الدفاع المدني، القائم مقام، كل المتنفذين يعرفون أنه هذا المشروع مقام على أرض متجاوز عليها، علما نعم. أنه هي قريبة من الضغط الفائق، ولا يجوز قانونا، مو قانون عراقي، قانون دولي عالمي، لا يجوز إقامة أي منشأ مدني أو تجاري أو صناعي بقرب من خطوط الضغط الفائق. إيش قد حجم هذا الضغط الفائق أستاذ؟ جهات... نعم. إيش قد حجم هذا الضغط الفائق اللي هو الضغط العالي؟ 132,000 فولت. يعني القاعة صايرة جوا 132,000 فولت؟ بالقرب، على مود أكون دقيق بالتفاصيل، بالقرب منه، علما أن القانون العالمي يشير إلى حد أدنى 40 متر يمينا ويسارا. زين، هي ايش قد بعد؟ نعم، هي ايش قد بعد القاعة؟ ما أقدر أثبتها بالضبط، بس أعتقد أنه هو مو داخل تقييس والسيطرة بالمواصفات العالمية. خلينا بالنقطة الأولى، لأنه الأرض زراعية بسند مملوكة إلى الدولة، دائرة زراعة نينوى هي أعطت وسمحت وغضت النظر عن الشخص الذي أقام القاعة. أجدت عليها مرة؟ نعم. أجدت عليها مرة رادت الفلشة وما قبل، سوى واسطة، لو هي تعرف وتدرك تمام الإدراك. كل الدوائر تعرف عن هذا. خليني واحدة واحدة. دائرة الزراعة نينوى الآن يسمع. نعم. يسمع الجهات التحقيقية. نعم. بعلمها. نعم. بعلمها القاعة ونشأت. نعم. زين. كلهم يعرفون منطقة متجاوز عليها، ولا يجوز إنشاء هذا المرفق إطلاقا، أرض مملوكة للدولة تسقى مطرا، هذا السند مالتها. بس هي منشأة بهاي الأرض لو أكو منشآت أخرى؟ نعم. بس هي بهاي الأرض الزراعية التابعة للدولة لو أكو منشآت أخرى؟ لا يوجد، تقريبا خلينا نقول هي الوحيدة بهاي المنطقة. زين، الوحيدة هاي، انتهينا من الزراعة. الولد أبو القاعة عنده موافقات رسمية من الدولة لو ما عنده؟ إطلاقا لا يجوز تحويل صنف زراعي إلى صنف سكني أو تجاري إلا بموافقة ما يقارب أكثر من 10 وزارات. زين، فأطلاقا ما يحصل هذه الموافقة، مستحيلة. نجي للدائرة الثانية، الولد متجاوز ما عنده موافقات رسمية. زين، دائرة الكهرباء شلون سحبت له كهرباء ونشروا هذا الكتاب يا عمر؟ طلع لي كتاب مال دائرة الكهرباء اللي أمام المشاهدين الآن حتى تعرفون الدولة ايش قد بيها استهتار، بلا موافقات رسمية تعطيه كهرباء. وشوف شو تجاوب. إلى دائرة التفتيش والمتابعة قسم سياحة نينوى ميم قاعة الهيثم، إشارة إلى كتابكم ذي العدد 11161 في 11/10/2022، نود إعلامكم بعدم وجود أي مخاطر على المواطنين الذين يرمون حز القاعة لمناسباتهم، لكون الخطوط الكهربائية التابعة لشبكتنا لا تشكل أي خطر. هذا الكتاب
ب 12/10/2022 العدد 3/4/1 من موقعه استاذ نجم 155 من موقعه من موقعه اي ما من موقع عندك بمعنى الجهه اللي عفوا استاذ نجم السياحه ممكن بس ارسل لي اياها بعدين استاذ نجم هذا الكتاب هسه ارسل لك اياها بمعنى دائره الكهرباء خاطبت دائره التفتيش والمتابعه قسم سياحه نينوى على كتابها 1161 انه هاي القاعه لا تشكل خطر على المواطنين حتى لو كانت تحت الضغط العالي. شلون دوله تعطي موافقات رسميه لقاعات غير رسميه ومتجاوز عليها؟ يا دوله يا وزير الكهرباء يا مدير كهرباء نينوى انتم المجرمين الحقيقيين. كمل القصه. هسه انتهينا من الكهرباء، دخلت السياحه، الان سولف لي على البلديه. البلديه عندها معلومات كامله انه هاي الارض غير مخصصه لل كمنشأ تجاري او صناعي، علما انه هي عندها كافه المعلومات. نعم. انه هاي متجاوز عليها. كيف هم ساكتين هاي الفتره كلها؟ ساكتين البلديه. خليك وياي عرضوا هذا الكتاب مرة أخرى بصورة كاملة على الشاشة حتى اللجان التحقيقية تعرف. يقول لك دائرة التفتيش والمتابعة، زين التفتيش والمتابعة لما وجهت للكهرباء سألت الولد أبو القاعة وين إجازتك؟ وين موافقاتك الرسمية؟ يا أبو السياحة يا أبو المتابعة أنتم شركاء حقيقيون في هذه الجريمة، والنوب الطالبون للولد بكهرباء من كهرباء الشمال حتى تطونا كهرباء. اذا من الواقف فرا ظهره؟ شلون انطيتوا كهرباء؟ ومواطن اذا يسوي على بيت جديد وموافقات رسميه حتى ياخذ كهرباء يشتغل ابو. اذا اللجان التحقيقيه يجب ان تدخل هيئه السياحه وكهرباء نينوى بالتحقيق لانه منحت متجاوز قاتل موافقات غير رسميه. انطوني الشاهد مرة أخرى. خليني أرجع على قصة القائم مقام. القائم مقام يعرف أنه الأرض متجاوز عليها، فعلا كان يحضر حفلات في هذه القاعة ويعرف هذه القاعة غير رسمية؟ مؤكد هذا كلام سليم 100%. احكي لي أنت. مؤكد هذا كلام، أكرر مؤكد 100%. أي. كل المسؤولين يعرفون أنه ما بيها رخص رسمية وكانوا يحضرون حفلات بيها. زين. اي. انت فعلا ابلغت السلطات قبل 6 اشهر انه هاي القاعات تشكل خطرا على امن المواطن وغير مستوفية لشروط السلامة؟ حكيتوا بهذا الموضوع امام السادة المسؤولين؟ تعليق على هذا الموضوع ما احب اعلق عليه حاليا. لا، هو اقول لك احنا امام ضحايا. اخي العزيز احنا امام احتراما هذول الضحايا. لا اريد احتراما. احنا اذا نحب هاي الضحايا اسمح لي، ازهاق ارواح الناس بهذه الطريقه يجب ان لا يكون بهذه الصيغه. لذلك انا قررت انه ادلي بمعلومات اللي عندي. شنو اللي عندك؟ منو انت وصلت له خبر قلت له انه هذا راح تسبب مشكله؟ المن استاذي العزيز، الجريمة كانت راح تصير بس الوقت مالتها، إذا ما كان صارت بالحريق كان صارت بالكهرباء. لأنه أي عاصفة رعدية أو برق، كان أي خطوط من ضغط الفائق توقع على البناية كانت الجريمة تكون أضعاف. الموتى يعني راح يكون أضعاف العدد. كانت واقعة جريمة لا محال. بس مسألة وقت. زين. بس هي شو وقت مبنيه استاذ نجم؟ شو وقت مبنيه هاي القاعه؟ شو وقت؟ اي سنه؟ 2018 تقريبا اتذكر. 2018 كل الساده المسؤولين بالحمدانيه او في الحكومه المحليه كانوا يحضرون في هذه القاعه؟ اكد
كلهم حاضرين هاي الحفلات بهاي القاعة. زين، القاء مقام ومدير البلدية، هل وصلتهم شكاوي من قبلكم أو من قبل غيركم أنه يابا تراكوا خطر على الناس؟ هذول الناس، هذول الناس أصحابين شراء الذمم ما ينطبق عليهم القانون. اللي هم منو؟ مع الأسف إزهاق أرواح الناس يجب أن لا يكون بهذه الصيغة مرة ثانية. اللي هم منو؟ شراء الذمم على حساب إزهاق أرواح الناس ما يصير يكون بهذه الصيغة إطلاقا. المن تقصد بشراء الذمم؟ يعني أني أي شخص يروح يوافق له ويطيل موافقة، أبو الكهرباء، أبو البلدية، أبو الدفاع المدني، يطيل موافقة وده يشوفه هو غير صالح لهذا المنشأ المدني، غير صالح أنه يقوم بقاعة حفلات، كان يقدر بحكم صلاحياته يمنعه أن يقوم بهذه العملية. وإلا كيف أبو الدفاع المدني يوافق على هذا الشيء ويعرف هذا الشيء والموقع كله قاعة حفلات بمخرج طوارئ، مخرج دخول ومخرج صغير بجنب مخرج الدخول الرئيسي، كيف يوافق؟ زين، كيف يوافق؟ من واقف الظهر أبو القاعة؟ المن تابع؟ ما عندي تدخلات، أنا ما أعرف بهذه الأمور إطلاقا، بس أعرف أنه شراء الذمم كان يشتري ذمم هذا الرجل، يعني يدفع للمسؤولين بالحمدانية. هذا مؤكد، يدفع فلوس المسؤولين بالحمدانية حتى ما يسألون على الإجازة. هذا الشيء أنا أقدر أقول بنوع من الصحة، نعم، بس الأرقام والأعداد أنا شلون نقدر نثبتها 100%؟ شلون نقدر نثبتها؟ أي مسؤول ما يعطي موافقة دون الحصول على شيء معين لقاء هذا العمل. وين الأخ؟ ايش بقى عندك من شهادات ممكن ترويها؟ احب بس انوه على موضوع معين، انه مو المواطنين او الكادر الفني او التقني البسيط يعاقب، او بمعنى اخر يعاقب على حسن نياته. الواقع الجريمة يقع على الناس اللي كانوا يقدرون يمنعون هذا الحادث، وكان عندهم القدرة والسلطة أنه يمنعون هذا الحادث أنه يصير. أما أنه تقع على عاتق الكادر البسيط أو الكادر الفني أو التشغيلي، فهذا معناها إحنا تركنا شو ما يقول بالعامية، يقتل القتيل يمشي بجنازته. أقصد أبو البلدية، أبو الدفاع المدني، أبو خلي نسميه قائم مقام، نعم سيد قائم مقام، وكافة الدوائر المتنفذة بالقضاء كان عندهم السلطة والقانون يقدرون يوقفون كحد أدنى نزول الأرض، أو عندهم كتب أنهم بلغي أنه يتوقف أو يغلق كحد أدنى. أني أتمنى أنه لا يعاقب الناس البسطاء مرة ثانية، لأنه الذنب مو ذنبهم، ذنب اللي سمحوا بهاي الجريمة اللي تصير. كم مرة على حد علمك أبو السياحة وأبو البلدية والقائم مقام حضروا احتفالات في هاي القاعة اللي صارت بها الجريمة والمتجاوز بها على أموال وأملاك الدولة؟ لا تعد ولا تحصى. أنت لا تعد ولا تحصى من أبناء المكون المسيحي حضرتك؟ من أخوات الكل، كل المسؤولين بالمنطقة بالقضاء حاضرين حفلات ويعرفون التفاصيل قاطبة، يعرفون التفاصيل قاطبة. أنت حكيتوا له للمقام الله يطول عمره بالحقيقة أنه هذه القاعة غير رسمية وتشكل خطر على الناس، حكيتوا له لو لا؟ ما يحتاج. شنو ما يحتاج؟ ما يحتاج أنه أحد ينوه له، ما يحتاج إنسان بسيط مواطن بسيط ينوه له، كقائم مقام بقضاء بسيط يعرف هاي المنطقة متجاوز عليها وممنوع إقامة منشأ تجاري أو صناعي عليها، يعرفون ما يحتاج تنوه له. هو شوفوا، خليني أقول حقيقة يا عمر رجالي، شوفوا مرات الجرائم الجنائية ممكن نقبلها لأن نقول هذا متهور، هذا مخبر، هذا كذا، نتعامل مع شخص، نتعامل مع عصابة مكونة من 6-7 يمكن أن تقبل، لكن عندما تكون الدولة وأجهزتها الرقابية
والتنفيذية هي المسبب بهاي القصة وبإصرار، فهذه جريمة ما بعدها جريمة. هسه أنا ما أريد أقول بشكل مباشر، لكن الدولة التي لا تتعظ من أخطائها دولة مارقة. تتذكرون المستشفى اللي ببغداد أعتقد مالت الشماعية، هاي الشماعية قبل كم سنة احترق، مستشفى الخطيب، بسبب السندويتش بنل والبناء. تتذكرون لما تتذكرونه وماتوا به كمية كبيرة من المرضى، أو دقينا على روسنا أو لطمنا أو صرخنا أو بكينا أو سوينا حداد وانفتحت اللجان التحقيقية ومرت، أو صارت وراء أكثر من 25,000 حادثة حريق. وين الدولة؟ وين الحكومات المحلية؟ ولكم أنتم تفتخرون بأنفسكم تطلعون على شعب يوميا تقتلون بسبب غباكم وبسبب إهمالكم وبسبب تقصيركم وانشغالكم بملذاتكم، وبالليل روليت ودق ورقص، دق ورقص بالليل. هذه جريمة مسؤولة عنها الدولة. على قولة واحدة من السيدات النائبات اليوم تحكي وياي بالجروبات، سيصنع منها الإعلام سيناريوهات. يما حبابة هاي مو سيناريوهات، يما حبابة هذا موت لشعب بأيدي إهمال الدولة. إش قد عددت هالساني؟